شباب كلنا اتجمعنا من كليات مختلفة وجامعات مختلفة، قررنا ان احنا نجمل المكان حوالينا بالالوان. قررنا احنا ننزل نرسم على الحيطان في المدارس، في الجامعات، حتى في الشوارع، عشان يعني احنا قررنا نبدا بنفسنا ونجمل المكان حوالينا، نخليه احسن، عشان كلنا عندنا حلم واحد مشترك ان احنا نخلي البلد دي احسن. قررنا ان احنا ندخل البهجة للناس كلها عن طريق الالوان. بدانا نرسم رسومات مختلفة، مانديلا وبورتري وخط عربي وكل حاجة، وبالوان مختلفة عشان نفرح الناس. ومش بس هنرسم المدرسة هنا، ان شاء الله هننزل جامعة عين شمس، وعملنا ايفنت قبل كده يوم اليتيم، وان شاء الله مكملين يعني باذن الله مش هيكون اخر ايفنت لينا. حضرتك اللي رسم الرسمة دي؟ انا رسمتها. تمام، انت عارف اسمك ايه؟ مدام نجاة. عندك كام سنة؟ عندي 23. طالبة ولا خلصتي؟ اتخرجت في بزنس ادمنستريشن 2017. وايه علاقة حضرتك بالجداريات؟ انا بحب ارسم جداريات، عندي مدرسة رسم. دي مدرسة عليك اللي بتديريها؟ انا عندي مدرسة رسم تطوعي، انا بعلم فيها رسم من كيجي لغاية جامعة وخريجين. وشغل حضرتك هنا تطوعي ولا بأجر؟ لا تطوعي. بتستفيدي ايه حضرتك من عمل تطوعي زي ده؟ بنبسط، بجمل المكان، بخرج انرجي من جوايا. تقريبا بتحتاج ماتيريال بمبلغ قد ايه؟ على حسب مساحة اللوكيشن اللي انا هشتغل فيه. يعني مثلا في بنها هم شغالين على سور المحطة، عندنا فق تمثال سعد زغلول. حاليا الماتيريال اللي تم تكلفها في الايفنت ده اكتر من 100 الف جنيه حاليا لغايه دلوقتي. اللوكيشن زي اللي احنا فيه داخل فلو في ال 25 هنا في مدرسه شبرا الثانويه يا بنات. 25 الف جنيه ماتيريال. تمام، بتجيب المبالغ دي منين او بتقدر توفر الخامات دي ازاي؟ والله انا في جزء المدير بيشتغل عليه، وانا بحاول ان احنا نجيب تبرعات ان احنا نكمل بيها اللوكيشن اللي احنا شغالين فيه. المكان اللي انا بدات فيه لازم اخرج منه صورته تليق بيا. على مستوى المحافظات في حوالي اكتر من 850 ل905 بني ادم. يعني تقريبا عدد الفريقين جت فجاه واحياء 1300. بالتوفيق ان شاء الله.